الآن هاتفيا ينضم إلينا السفير نبيل بدري مستشار وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك. أهلا بيك. نتحدث عن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا وأيضا رومانيا، جولة أوروبية هامة، ما أهمية هذه الجولة في رأي حضرتك؟ والله هذه الجولة أعتقد تأتي ضمن المنظور الاستراتيجي للتحرك الخارجي المصري، وقد كانت تحركات الرئيس السيسي معبرة عن ذلك بجلاء ووضوح تامين، بمعنى أنها كانت تتحرك في إطار محاور مدروسة محور منها يتمثل في الانفتاح المصري بصفة عامة على العلاقات الإيجابية مع دول العالم، ولمصر رصيد طيب في هذا المجال، وتتمتع بمصداقية لا شك أنها تحظى بالاحترام وبالرغبة في التبادل. الأمر الثاني أنه بناء على ذلك هناك موضوعات وملفات تتعلق بمصالح مشتركة، بمعنى أنه على ضوء التجارب التي تحدث هناك بالتأكيد زيادة في التبادل التجاري، زيادة في التبادل السياحي، زيادة في الاستثمار، ويعني أتيح لي ربما أن أعلم أن هناك استثمارات مصرية في رومانيا، وأن هناك أيضا آفاقا لمزيد من الاستثمارات والتعاون في هذا الصدد. الأمر الثالث إذا أخذناها في خارج إطار المصلحة التي تتمثل في هذا الإطار، نقول إن دعم العلاقات من منظور استراتيجي مع دول في مجموعة شرق أوروبا لا أوضاع ولا درجة من النمو، وهناك قابلية لزيادة التعاون معها صناعيا وتجاريا، لا شك أنها تمثل أيضا إضافة للتأثير المصري في مجمل العلاقات على مستوى هذه المنطقة. هذا أسلوب بالتأكيد تتبعه كثير من الدول. رحلة الرئيس السيسي بالتأكيد درست في إطار هذه الاعتبارات وأخذت مجالها الحيوي وتم اختيارها بعناية، ولا شك أن هناك رؤى ومشروعات وضعت جاهزة للتحرك وللتنفيذ بين مصر وهذه الدول. طيب سيادة السفير، حضرتك تحدثت عن منطقة شرق أوروبا وأهميتها في العلاقات المتبادلة مع مصر والأهمية الاستراتيجية. هناك محور هام له علاقة بمكافحة الإرهاب وضرورة التكاتف من أجل هذه القضية. ربما هناك معاناة من أيضا دول أوروبا من هذه المسألة، كما هو الحال في المنطقة، ويتخوفون كثيرا من هذه المسألة، وهناك إرادة ورغبة في يعني التعاون مع الدول العربية وعلى رأسها مصر في مسألة مكافحة الإرهاب. إلى أي مدى تشكل هذه النقطة ملف رئيسي في هذه الزيارة؟ هذا في الواقع سؤال مهم، ويفتح بالتأكيد محورا مهما جدا يتمثل في هذه الزيارة. أيضا نحن نتحدث عن دول شرق أوروبا. دول شرق أوروبا مثل دول أوروبا بصفة عامة ودول العالم لا شك أنها تتحسب من الإرهاب، أو ربما تعرض بعضها لمخاطر إرهابية معينة. هذه واحدة. الأمر الثاني، استطاعت مصر عبر سلوك دولي حظي بالاحترام وبالمصداقية، بمعنى أن أحد المشاكل في التعاون مع موضوع الإرهاب على المستوى الدولي لم يكن فقط جانبا قانونيا يتعلق بتعريف الإرهاب كما هو معروف، مشكلة مزمنة مضت عليها عقود وما زالت تراوح مكانها، ربما تفتقد الإرادة السياسية المناسبة من البعض. إنما أعود إلى القول، ولا شك أن لكل متابع يلاحظ أن هناك في كثير من الأحيان تناقضات في السلوك الدولي صحيح التعامل الفعلي مع هذا الكلام، وربما هذا انعكس على عدم وجود تعريف واضح أيضا. يعني بالضبط كده، في جانب اخر، اذا اخذنا دول المنطقه بصفه عامه، في الجوار من رومانيا تقع تركيا مثلا، تتبنى جماعه الاخوان كما هو معلوم. لا شك ان هناك بالتاكيد تاثيرات تتحسب منها دول هذه المنطقه، ليست بيلاروسيا بعيده عن ذلك ايضا. السلوك المصري الذي أكد وحدد معالم معينة تتمثل أولا في الفكر الإرهابي، ممارسة هذا الفكر، البحث له عن ملاذات آمنة،
إتاحة فرص إعلامية لأن يطفو على السطح وأن يعرض نفسه، وهو كثيرا ما يضلل بالمناسبة، وفي كثير من الدول كما يعني أتيح لي أن أرى شخصين طبعا يعرضون أنفسهم ليسوا كإرهابيين إنما يدعون مثلا في بعض الأحيان أنهم قوى معارضة إلى آخره. ليس هذا الأمر مقنعا بالنسبة لكثير من الدول، إنما بعض الدول ربما تستخدم عناصر. نعود إلى المنطقة التي هي موضوع حديثنا فنقول هذا السلوك الذي لا شك يتمتع بمصداقية وبقناعة، ليس فقط لأن مصر أعلنت إنما لأن مصر تمارسه، والممارسة هنا لها أكثر من وجه، بمعنى آخر أنها تمارسه في الداخل وتتعامل مع عوامله وعناصره سواء كانت الفكرية أو التنموية أو التي تتمثل أيضا في دعم التسامح الديني والأخوة، وهي تراث مصري نحن كمصريين نعتز به كثيرا ويتابعه العالم باهتمام. أعتقد أن هذه كلها مقومات ترجم هذا الكلام في هذه الزيارة أيضا ليس فقط إلى التعبير عن الاهتمام المشترك والتحسب مما يدور في المنطقة، إنما هي أيضا إلى ربما اتخاذ أو بالتأكيد اتخاذ خطوات متفق عليها تضيق الخناق على هذا النوع من التواجد سواء كان هنا أو هناك، وتمنع إتاحة الفرصة له لأن يمتد أو أن يتعايش أو أن يجد فرصة في أي حال من الأحوال. يعني طيب سيادة السفير، هذا فيما يخص مسألة مكافحة الإرهاب وأهمية هذه النقطة، كما هي مهمة للمنطقة مهمة أيضا لدول شرق أوروبا كما ذكرت حضرتك. فيما يخص الملفات الإقليمية سيادة السفير، مصر رئيس الاتحاد الأفريقي في هذا العام، مصر عضو في الجامعة العربية ودولة فاعلة وهامة في المنطقة العربية، وهذه المنطقة تشهد أزمات وتشهد يعني قضايا، من الضروري يعني توحد أو يعني تقارب على الأقل وجهات النظر الدولية فيها. هل تعتقد بأنه الملفات الإقليمية حاضرة أيضا؟ بالتأكيد، يعني إذا كنا نتحدث عن منطقة تنتمي إلى شرق أوروبا، لدينا مثال قريب وعبرت عنه دول شرق أوروبا في أكثر من بيان لكل متابع، وأقصد به على وجه التحديد بيان تركيا بالبحث عن الغاز في المياه الإقليمية لقبرص. هذا موضوع يمثل تعديا على القانون الدولي البحري، ولا يمكن القبول به لا كواقع ولا كسابقة، لأن هناك سيادة إقليمية معينة يحددها القانون الدولي والقانون البحري كما هو معلوم، ولا تسمح بأن تقوم دولة ما بأن تعتدي على حقوق دولة جوار بالبحث عن غاز أو غير غاز في غير ما تمتلكه من حدود. هذه قضية أعتقد عبرت عنها في الفترة الأخيرة أكثر من دولة دول شرق أوروبا، هذه واحدة. الأمر الثاني القرب الجغرافي الذي يجعل من الأمور المعروفة في التوصيفات الاستراتيجية أن منطقة جنوب أوروبا ومنطقة شمال إفريقيا تمثل حلقة استراتيجية متصلة. هذه المنطقة ملأة بالمشاكل. نعم، شكرك جزيل الشكر السيادة السفير نبيل بدر مستشار وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.